متى يكون قصر الصلاة وضوابطها؟ قصر الصلاة لا يكون إلا في السفر، قد قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وإذاك عمر الخطاب قال يا رسول الله يعني قد أمنا، قال لو صدق صدق بها الله عليكم. والقصر أيضا للنسك في الحج. هذه الظاهر وضع الله جل في علاه الصوم عن الحامل والمرضع والصلاة عن المسافر. نعم. وشطر الصلاة عن المسافر. وما ضوابط قصر الصلاة؟ لابد أن تكون المسافة مسافة قصر، ومسافة القصر معناها أنها أربعة برد، وهذا متفق عليه بين كلام ابن عباس وابن عمر. ولا أرى صحابي لا أرى صحابيا قد خالفهم. قول أنس محمول على أنه قال صلى ثلاثة فراسخ أنه صلى في ذي الحليفة، هو أصلا كان أنشأ سفرا إلى مكة، فإذا مر على البيوتات فله أن يقصر ويأخذ بالرخص. والأمر الثاني أن لا يمكث في البلد التي يسافر إليها أكثر من أربعة أيام، لا يقمن مهاجر في مكة فوق ثلاث. طبعا هذا بغير يومي الدخول والخروج لا يحسبان.